تنزل تبقى موجودة تأمن ثورتها تأمن هناك في سرادقات هيقام هناك نعم تبقى موجودة. إذا الأمن أغلق ميدان التحرير محدش يروح إطلاقا. نعم إذا أغلق إذا كان مفتوح الناس عايزة تروح براحتها ماشي. لكن أنا عايز أقول للشعب المصري نعم إن إخواني خافوا ما يختشوش، لا يجدوا أنفسهم إلا في الفراغ، سواء فراغ أمني أو فراغ شعبي. نعم لما بتبقى في حشود بيكشوا بيرجعوا. فالشعب المصري يبقى مصحصح في اليوم ده، وانا بقول من دلوقتي هيبقى افشل يوم في حياه الاخوان. واذا كان هيبقى فيه ضحايا فهم اللي هيبقوا الضحايا، لان الشرطه مش هتسمح ولا الجيش هيسمح. وبقول لهم ان التعليمات واضحه من الان، الضرب في المليان، ويوروني هيعملوا ايه يوم 19 نوفمبر. طيب 19 بقى سلطان انزل نرجع لحضراتكم. لو بتحب يا